لهالدرجه الدموع غاليه على الحكم ظالم طرد من عندنا اثنين يطرد الجولجي يعني في واحد يطرد الجولجي الحارس الملعب ظلم حرام يطرد اثنين والحارس يعني اثنين مطرودين واثنين صفر يعني الحكم لين متى الحكم ظالم ظلمنا هو مع البحرين ظلمنا البحرين ايش تسوونه وصار لعبوا ساعة بس كلهم يضربون اللاعبين العراقيين وما سوى لهم شيء الحكم سيء يعني سيء إلى درجة حكم لازم كان يطلعوا 10 من اللعاب البحرينيين 100 واحد غلط صراحة طلعوا ايش هذا بلنتي غلط ما اعرف شو بلنتي بس اقول حسبي الله ونعم الوكيل ان شاء الله احنا نفوز بس اقول لك الحكم متحيز انتوا اللي اسستوا الملعب وانتوا خسرانين لا لحد الان خسرانين اثنين احنا بدنا نلعب المهم احنا موجودين بالخليج قبل مأسسين الملعب بس هالمره شكلكم اسستوا على الخسائر احنا موجودين وراح نلعب المسيرة في كاس الخليج وثاني خسائر من مثل بس جبنا اسيا لا تنسى كاس اسيا جابوا العراق احنا ابطال اسيا هذا اول بس احس ابطال اسيا ابطال اسيا حتى يلعب مثل العراق راح خسرانين بس خسرانين بشرف جايبين هدف تقليص الفار احنا العراقيين اولا وراح نجيب الهدف الثاني بعدكم خسرانين مو مشكلة خسرانين بس اقول لك انه احنا عراقيين واحنا ابطال اسيا والخليج عادي بس اسيا كبيرة والعراق حيفوز حتى بس تعرفون انه لو مهما ايش يسوون بالعراقيين يبقون هم المعاونين يبقون هم الفايزين غصبنا عليكم اوكي ان شاء الله نجيب الثاني والثالث لان نلعب بشرف ان شاء الله يا رب الثاني والثالث والرابع والخامس وحصه بعين الحاسوب ان شاء الله يا رب الفوز لنا لان احنا نلعب بشرف العراقيين وسود الرافدين احنا بعدكم خسرانين وان شاء الله يا رب نرجع